دلوقتي استاذ عبد الله في سؤال مهم جدا، هل يجوز تنازل الحاضنه عن حقها في حضانه الطفل؟ وده لان بنشوف عدد كبير من الازواج بيمضوا زوجاتهم على تنازل عن حقها في الحضانه، وده علشان يضغط عليها علشان طبعا ترضى بشروطه. فبنشوف مشاكل كتيره بخصوص الموضوع ده، وبنشوف ان فعلا في زوجات بتمضي على تنازل عن حقها في حضانه الطفل. ايه قانونيه الموضوع ده وايه رايك فيه؟ والله انا شايف ان الحاضنه طالما توافر في حقها الشروط العامه والشروط الخاصه وكانت صالحة للحضانة، فأن تنازلها عن الحضانة هو تنازل باطل. لأنه الحضانة احنا قلنا هو أمر متعلق بالأهلية، أهليتها للحضانة، أهلية الشخص. هذه الأمور لا يجوز التنازل عنها، لا يجوز أن حد يتنازل عن اسمه، لا يجوز أن شخص يتنازل عن هويته. في قول آخر أن الحضانة يحق للمحضون الحضانة، ولكن تجبر الحاضنة على الحضانة بالزبط. بقوة القانون تجبر بالزبط. تجبر الأم على حضانة صغرها، ولا يجوز أن تتنازل عنها بالزبط. ولكن الحضانة لا يجوز التنازل عنها، ولكنها تسقط إذا ما افتقدت شرطا من الشروط العامة أو شرطا من الشروط الخاصة التي وضعها القانون، هنا تسقط الحضانة. طيب يعني يا أستاذ عبد الله في شروط معينة لسقوط الحضانة؟ هو الشروط العامة في الحضانة إنها تكون قادرة بالغة كاملة الأهلية، غير مصابة بمرض، غير متزوجة بأجنبي. ففي حالة إنها النهاردة لو متزوجة بأجنبي تسقط عنها الحضانة، إذا ثبت سوء سمعتها تسقط طبعا عنها الحضانة. يعني بدون قطع كلامك، أجنبي هنا معناها زوج آخر، يعني أجنبي هنا مش بمعنى إن هي راح تتجوزت واحد من جنسية تانية، طبعا ده برضو يعتبر أجنبي، بس هنا أجنبي معناها إنها تزوجت زوج آخر. الموضوع ده مهم على فكرة، ما تضحكش، ده ناس كتيرة بيفكروا كلمة أجنبي إن هي راح تتجوزت واحد من دولة تانية. لا مصري بس أجنبي على الصغير، يعني لا على الصغير، يعني غريب عنه. غريب عنه. أو اتهمت في قضية مخلة بالشرف. ففي هذه الحالة تسقط عنها الحضانة. عظيم. أما إذا إنها كانت مستوفية للشروط العامة والشروط الخاصة فلا يجوز أن تسلب حضانة الصغير، لأن المحكمة الدستورية العليا عرفت الحضانة بأنه هو الحق في التربية والإصلاح، وربنا قال وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. فأنا النهاردة لا يجوز أن أنا أسلب حضانة طفل من والدته استنادا الى ضغوط، او استنادا ان انا النهارده اقول هي بتتنازل. ذلك التنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به قانونا ولا تعتد به المحاكم، طالما انها لم تفتقد اي شرط من الشروط اللي قلناها التي قررها القانون. وطبعا احنا عايزين نقول برضو ان النص الصريح في شروط الحضانه في القانون مش موجود، بس احنا بنستند النهارده الى اراء الفقهاء والضابط العام والقانونيين في هذا الامر. فبالتالي موضوع التنازل عن الحضانه ده هو والعدم سواء، لان امر ده مرفوض كمان. يعني فكره ان انت تجيب زوجتك وتقول لها امضي على تنازل، ده امر يعني ما اعتقدش ان في ولا حجيه لها من الحاكم. لو يعني تاني يوم رفع الدعوه اثبات حضانه تستطيع اثبات وتسليم صغير، هيقضى لها المحكمه تقضي. ده خلي بالك بسبب الفكر الخاطئ، يعني كل واحد بيقعد مع نفسه يدخل على جوجل يعني يجيب اي اخبار وبعد كده يقول اطبق بقى اي اطبق، يجي يقول لها تعالي امضي على تنازل ويجيب اي كلمتين من على جوجل وكلام فاضي. هو وده خلي بالك دي من اكتر المشاكل القانونيه اللي بتوقع في اللي بيقع فيها الناس. هو احنا عشان نقول برضو الجزئية دي برضو، حتى القانون في قانون 10 سنة 2004 اعتبر دعاوي الحضانة ومنازعات الحضانة من الدعاوي التي لا يجوز الصلح فيها. عظيم. ولا يجوز مناقشتها امام مكاتب التسويات وتقضي فيها مكاتب التسويات بعدم الاختصاص، نظرا لانها من الدعاوي المتعلقة بأهلية الحاضنة بالزبط. ولا يجوز أن يبحثها إلا القاضي بالظبط. يعني النهاردة لما أرفع دعوة إسقاط حضانة لازم يكون في أدلة قوية، إما أنها قد تزوجت بأجنبي فتنتقل الحضانة إلى أمها، وفي حالة عدم وجود أمها إلى الجدة الأب، وفي حالة عدم وجود الجدة الأب الأخت الأم، وفي حالة عدم وجود الأخت الأم الأخت الأب، وفيما على بعد ذلك لحد ما نخلص كل ذي الارحام وبعد كده نيجي ليه. صراحه ده رد وافي جدا، خصوصا كمان ان الموضوع ده فيه لغط واخطاء كتيره جدا بتتقال فيه. فبصراحه يعني رد محترم، وخلينا نقولها بصوره نهائيه، مفيش حاجه اسمها تنازل عن الحضانه طالما الزوجه كان متوفر فيها كل الاهليه وكل الشروط اللازمه للحضانه، غير كده يبقى كلام فاضي طبعا.